لا تمييز بين رجل وامرأة ولا تمييز بين دين ودين، الكل سواء. ولو احنا عندنا في مصر هنا ديانات اخرى نحن كنا سنبني لهم دور عباده لهم. لو في عندنا يهود هنبني لهم، لو في عندنا ديانات اخرى هنعمل. ليه؟ لانه ده حق المواطن انه يعبد كما يشاء. المواطن يعبد، وبالمناسبه او لا يعبد، ده موضوع احنا ما نتدخلش فيه.